تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل دبابيس الفراخ بطريقه بسيطه وسهله وبتتسال على السوشيال ميديا. دبابيس الفراخ يا عم الشيف بيبقى فيها كتل دمويه ما بين الدبوس او لحم الدبوس والعظمه اللي جوه الدبوس، فانا بسيب الفراخ واقوم سواء بنشتريها من بره سواء بنعملها في البيت. فازاي نتخلص، وانا عامل الحلقه دي مخصوص عشان الجزئيه دي، تجمع الكتل الدمويه اللي بتنشف ما بين العظمه بتاعه الدبوس ولحم الدبوس. المقادير على الشاشه، معانا كاتشب سيد الموقف، ومعانا دبابيس فراخ حسب عدد افراد الاسره، كل واحد 2 دبوس او 1 دبوس، معانا زبده، معلقتين نشا، معلقه سكر، شويه بهارات من الملح والفلفل، وتعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. وما ننساش التوم، وانا هعملها من غير بصل. حلو الكلام؟ اه. طيب ناخد دبابيس الفراخ الاول، نشوف ايه التركايه اللي تخلصنا من التجمع الكتل الدمويه. باخد سكينه كده حلوه، والسكينه دي تكون حاميه، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده كل شهر توفري قرشين تجيب اكسسوارات صغيره تنفعك في المطبخ. خلي بالك يعني سكينه صغيره زي دي كده هتخليكي تقف في المطبخ كده ايه، عندك ثقه في نفسك. اه حميتها علشان عايز افتح الدبوس ده بشياكه، ده ما ينفعش ان احنا نتعامل بسكينه كبيره هتعوري ايدك. هناخد الدبوس زي ما هو كده اهو، ونيجي هنا كده نمسك الدبوس كده انا ماسكين القلم بنذاكر، ونجري فاتحينه الفتحه دي كده اهو. شفت ازاي؟ اهي 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 الدبوس اهو. شفت ازاي؟ اهو اهو. شفتي الفتحه دي مهمه جدا، انسي للدم هنا مكان بينا اهو. شفت الفتحه دي اهو، لازم السكينه توصل اهو، السكينه توصل للعظمه اه بتاعه الدبوس اه. شفت هي لوحدها كده بتلاقي ايه مس... قبل ده مع بعض. احنا معانا كام دبوس؟ 3 4 8 اهو. شفت؟ وبعد الدبابيس دي ما تستوي دلوقتي في قلب الطاسه هتشوفي الفتحات دي تديكي شكل حلو زي ما تكون عامله فخده ضاني كده، وتفتحيها بسن السكينه وتحطي توم وروزماري. بتلاقي بعد الفخده ما بتستوي يا عم الشيف التوم والروزماري ظاهرين كده في الفخده عاملين زي ايه، لوحه فنيه. احنا هنعمل الجو ده مع الفخده بتاعتنا دي. فين الفخده؟ الدبوس ده ما هو ده فخده الفرخ، فخده الفرخ، ولازم اجيب خروف يعني عشان تشوف الفخده. حلو اه حلو. والله انا عندي دبوس الفراخ ده احلى من الفخده الضاني، على الاقل نسبه الدهون قليله اه. اللهم صل على النبي. شفت ازاي بتخلص كده؟ اه اوعى تعوري ايدك بس، عشان كده بقول لك هات السكينه صغيره تمسكيها زي القلم اهو. شفت انا ماسكها كاني ماسك قلم بكت اه، وافتح 3 4 فتحات كده. حلو اه، من فوق كده وانزل بها كده اه. ممكن تحطها على البلانشه يعني، بس انا بعمل الجو ده علشان ايه، احنا مع بعض على الشاشه. حلو الكلام. بقت الدبابيس جاهزه هنا، بعمل تتبيله بسيطه حلوه من التوم. حلو، من البهارات. نعم حاضر. تعالوا نكمل حكايتنا مع الدبابيس. ناخد بعضينا وناخد التوابل الحلوه دي كده، فلفل اسود مش هيقول لا، شويه ملح. حلو. الدبابيس اقلهم في اجزاء الفرخه من الزفاره. حلو اه. بابريكا، شويه كركم كده. الدبابيس اتبلت معايا زي الفل، معلقه خل صغيره، وامسك الفراخ دي يا عم الشيف اه، عصره ليمون معلش كمان. تمام. وامسك الفراخ دي، التركايه الاخيره معلقه نشا. نعم تدفع كام واقول لك؟ بيقول لي ليه حطيت نشا؟ هو انت بتعمل مهلبيه؟ ما انت دوحه كبيرك مهلبيه، انا عارف ده لو عملتها كويس يعني. هو يسمع النشا ده لما نيجي نعمل مهلبيه يا ام علي. النشا ده انا حطيته ليه يا عم الشيف؟ عشان انا حاطط توابل، وانا عايز التوابل دي تتغلف بيها الدبوس وما تسيبش الدبوس او في اول طريق، يعني اول ما نحطها في النار تلاقي التوابل راحت في سكه والدبوس في سكه. ايه اللي يثبت التوابل في الشكل الخارجي او التوبنج او الشكل الخارجي للدبوس؟ معلقتين النشا اللي انا حطيتهم او معلقه النشا. هاخد الفراخ كده يا عم الشيف واعملها كده. وعندي طاسه شديده الحراره، لازم تكون شديده الحراره.
اوعى تحط زيت، حط الزيت. طالما حطينا نشا او دقيق في تتبيله اي حاجه، حذار انك تحط زيت او نشا. يا عم عبد الله ازيك؟ امسك الدبوس كده بايديا كده واخد التتبيله دي كده زي ما انا شغال كده، شفت؟ اه مكان الفتحه ايديا تخش. اه يا استاذ عبد الله ازيك؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ اهلا وسهلا يا اخي كريم. اهلا بحضرتك. بتكلمنا منين يا عم عبد الله؟ انا بكلم حضرتك من الجيزه، طالب سياحه وفنادق. اهلا وسهلا. حضرتك كنت عايز اسال بس ازاي اسوي الفراخ من غير ما تتسلق؟ تسوي الفراخ من غير ما تتسلق؟ عايز سوايه طريقه كنتاكي كده. اه بقول لك انت داخل ناويلي. عايز تسوي الفراخ كريسبي؟ حاضر عينيا وهخليك تعملها احسن ما قلت. وليكن الدبابيس دي عايز تسويها زي ما هي كده يا عبد الله، زي ما انا عملت كده دلوقتي. يلا انت ابن حلال والله. شفت الطريقه دي لغايه كده احنا شغالين صح. هتاخدها من الخلطه دي زي ما احنا شغالين كده، تحطها في التوبنج بتاعها اللي هو عباره عن كوبايه دقيق معاهم ربع كوب من النشا، معاهم معلقه من البصل البودر، معلقه توم بودر، شويه بابريكا، شويه زعتر، ونقلبهم على بعض مع ربع معلقه من البيكنج باودر عشان تديك هشاشيه كده وتبان الدبوس ده يبان فخضاني. نقلب الخليط ده كله مع بعض اللي هو التوبنج ده كده، وناخد الدبابيس دي نسقطها فيها ونضغط عليها بايدينا، يكون الزيت هنا شديد الحراره، نحمرها على مرحلتين. المرحله الاولى تاخد الصدمه وتاخد الشكل، نشيلها من الزيت، نهدي الزيت شويه لغايه لما تصفي السائل بتاعها ونرجعها تاني للنار. حلو تمام يا عبد الله كده زي الفل، ربنا يرضى عنك يا ابني ويسعدك. تعالوا معانا الطاسه على النار، بنحط شوية زيت. حلو تمام، اللهم صل على النبي. ومع الزيت ده معلقة زبدة. عرفنا الدبابيس اتبلت ازاي؟ اقول تاني اللي ما خدش باله، جبنا الدبابيس فتحناها بالسكينة، حلو، تبلناها بتوم وعصير ليمون ومعلقة خل ومع ملح وفلفل وبابريكا، تمام. حطينا معلقه نشا ومسكنا دبابيس الفراخ واحد واحد، تبلناه بالتتبيله بتاعتنا. الله، بتعمل ايه يا عم الشيف؟ دي بقى اللي هو مرحله الفراسه، مرحله الابداع، مرحله التفوق. زعتر مع الزبده والزيت. الله الله عليك. يلا بينا يلا بينا. الله، اعملها زي كده بس وقولي رايك فيها بالله عليكي، ما تبخليش عليا بكلمه حلوه، ما تبخليش عليا. تسلم ايدك يا شيف مصر. اه الله، البهريز ده انا مش عايزه، بس خلاص هناخد دول كده شويه الفلفل الحلوين دول ونحطهم هنا كده. حلو، الحاجات دي الاولاد بيحبوها زي الفل، ونسيبهم على النار يتحمروا. تعالوا ناخد الكشري بتاعنا جاهز للغرف. نعم. انت ممكن تقعد تقعد يوم تعمل كشري في المطبخ، انما الشيف المغازي كانه بيعمل كوبايه شاي. اه كشري، بص عليه. تاكل العدس ولا الرز؟ اللهم صل على النبي. الكشري يتقلب بشوكه. بص ازاي. معانا مين يا فندم؟ يا استاذ احمد ازيك؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ حبيبي يا ابو حميد، الله يكرمك. انا بجد والله العظيم انا ما عارف اقول لك ايه بجد. الله يبارك لك. احنا بس عايزين ايه، يخترعوا حاجه في التلفزيون تطلع الريحه الجميله بتاعتك اللي انت بتعملها دي. جايين هنخترع ان احنا نجيب لك الاوردر اللي جيت عندك من خلال التليفون، تقلقش. الله يكرمك حبيبي، الله يكرمك حبيبي. هو ايه الفرق ما بين الطريقه الجميله اللي حضرتك بتعملها دي والطريقه اللي هي بتاعت بيتحط زيت غزير ده بالنسبه للكشري ولا الفراخ؟ لا بالنسبه للفراخ الدبابيس دي. زيت غزير انت بتحمرها كريسبي. انا دلوقتي بشويها، انا دلوقتي هشويها عشان هتاخد معايا صوص شيلي. صوص الشيلي ده عباره عن كاتشب. يعني اقول اتفضل. يعني هي مش هتتحط في حاجه تاني بعد كده ولا؟ لا خلاص، انا بسويها كده زي ما هي كده وادخلها الفرن تكمل سواها كاني بشويها. طب يعني ايوه خدت بالك؟ شفت هي بس زي ما هي كده اهي، شفت ازاي قلبتهم زي الفل. ايه رايك؟ يلا بينا، وانت معايا كده ندخلها الفرن.
انما لو انا هحمرها في الزيت زي ما قلت للاخ بتاع السياحه والفنادق من شويه، بتاخد التوبنج اللي هو الدقيق مع النشا وبعدين تتحمر. هناخد دي مع بعض كده وندخلها الفرن. يلا بينا. اهو درجه حراره الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. اهي دبابيس الفراخ. اهي 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 في قلب الفرن. يلا بينا. اهي اللهم صل على النبي. فين مكانها دي يا دوحه؟ اهو على الشبكه. اه يلا بينا وريني كده. ايه العب هو ده. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعايز اوري لحضراتكم اللحظات الجميله اللي بتحصل في الفاصل. طبعا التايم بتاعنا 3 دقايق فاصل، اكيد بيحصل للفراخ هنا في قلب الفرن تغيرات، تغيرات فيسيولوجيه، تغيرات كهربائيه. نبص على الدبابيس ايه الحلاوه دي. طبعا الزبده هنا اللي انا اضفتها مع الزيت هي اللي بتساعد على الاحمرار بتاع الدبابيس الفراخ مع التتبيله اللطيفه الجميله. الدبابيس هنا مستويه وبتاخد فطارها للسوى. بجهز لها الصوص الشيلي بتاعنا، تعالوا شوف نعمله مع بعض ازاي. الصوص بتاع دبابيس الفراخ اللي في الفرن. حلو الكلام. طاس على النار بسرعه كده. الطاسه دي بنحط فيها شويه سكر. الله، شويه سكر دول كفايه. ونحط على السكر ده معلقه زبده. صغيره كده. ونسيبهم شويه وننساهم. اللهم صل على النبي. نرجع لموضوع الصوص بتاعنا الكراميل بتاعنا. وجود الزبده مع الكراميل بيحميه من الاحمرار. ننزل بالكاتشب وفص توم. الله على الحلاوه. اهو يلا بينا. الصوص ده رهيب. اهو لسه ما خلصتش. وننزل بالكاتشب بتاعنا. شفت الصوص ده كده؟ الله اكبر، حلو قوي. معانا قليل من الماء الساخن زي الفل. الطعم هنا معانا. نشوف الدبابيس نطلعها من النار. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ عايزاها سبايسي حط شطه، بس انا ما انصحكيش تحط شطه بودر. ممكن تقطعي فلفل حار او شويه بابريكا حلوين زي دول كده. نعمين امان. اه وفلفل اسود زي الفل وسنه ملح صغيره. ونقلب دول مع بعض وتعالوا نطلع الفراخ من النار. نبص عليها وهي طالعه من النار ونوسع لها الدنيا الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. يلا بينا. هو ده. ونحط دي هنا كده عشان اي حاجه سخونه تحميها. ونبص عليها. ايه الحلاوه دي يا عم الشي؟ بالله عليك. اهي 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 اهي. الله اكبر. اهي طلعها كده. الله عليك يا عم الشيف. لسه ما خلصتش انا. الفراخ دي لازم تشكريني عليها. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب طبق التقديم بتاعنا سريعا كده عشان وقتنا ازف وده مهم جدا. اهي تمام. وناخد دبوس دبوس كده. انسي بالله عليكي تاكلي منها وتدعي لي. الدبوس طالع بدايب دوبه اهوت واستوى بسرعه. هننزل عليه بالصوص بتاعنا. الاختيار ليكي بقى، عايزه تقدميها مع باربيكيو صوص اهلا وسهلا، الشيلي صوص اهلا وسهلا، الوايت صوص اهلا وسهلا، صوص الجبنه الشيدر اهلا وسهلا، اختياري. الله على الدبابيس يا عم الشيخ. نحط الفلفل ده كده عشان مدحت بيحب الحر اهو. وناخد الصوص اللي في قلب النار دلوقتي. بس شوف البغاز هيعمل ايه بقى. هنا الزعتر ده نحطه هنا. هناخد الحله دي يا عم الشيف زي ما هي كده نشيلها. معلش سامحوني. اللهم صل على النبي. واحده واحده كده. ونحط دي هنا كده. الله اكبر. ونحط ده هنا. وناخد دي هنا ونيجي هنا مع بعض. شوف الشيف هيعمل ايه بقى. ده الناس المحترفه. نحطها على النار، نحط فيها شويه ميه كده. شفت بقى الجو ده كده؟ اه. واخد البهريز بتاع الفراخ دي. الله عليك.
الله عليك وعلى والديك، وناخده بحرفية كده. شفت الجو ده انا عايزه. وننزله على الصوص بتاعنا اللي احنا حاطينه على النار بيغلي، خلي بالك ده مهم جدا. هما دولت اللي هيغيروا الحياة، دول اللي هيغيروا الطعم زي ما هما كده. وتعلميها بقى عشان تاكلي دبابيس فراخ زي بتاعت بره، بس ده لازم يتصفى كويس بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. شوف الحلاوه دي يا دوحه، شوف الجمال ده يا دوحه. الله الله، هو ده هو ده ده المطبخ. شفت ازاي بقى تاكلها بره بقى، تاكلها في اي مطعم، انت اللي عملتها بايدك وانت اشهر واحده في العيله تعملي الدبابيس بالشكل ده. ناخد الصوص الحلو ده كده، يلا بينا. بص على الحلاوه دي بالله عليك، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. هو ده الله، لا تستاهل. الف هنا وشفا للي ياكل.